الامتحانات راه شويه بعد ما شي يهضروا الدراري انا شويه خاصها هادشي اللي قالوا تتمنى لهم التوفيق. كنشوفوا ان الوالدين ديالهم حتى هما بحال مدوزين الامتحانات كيجيو حتى هما مع وليداتهم. اي حتى هما حيت هما حاسين بهذيك الحاله تما مروا منا فهمتي حاسين بها. يعني ضروري خصهم يجيو تما. وثانيا كاين واحد النقطه انا هو انه تيتسنى من هذاك الدري واحد القدوه داك الشيء اللي جنى وحرات ودار ودار خصو تعطي الثمار ديالها. هذا هو اللي يعني ذاك السياق بلا شي كل شيء هو انه ذاك الجهد ديال السنه كلها ما يمشيش غير فابور. وحنا ماك عارف حنا حنا تنتهاونوا شويه هي وقت الجد كل شيء تيتهاون. بزاف ديال التلاميذ سولام تيقول لك بانه الصباح كان صعيب. واش الامتحان بصح كان صعيب ولا المستوى ديال التعليم في هذا الوقت والدراري هذا؟ لا هو كاينه واحد الحاله هو الامتحان على العموم يعني الطالب خصو يكون مبريباري من جميع الجوانب فهمتيني، لا من ناحيه الرياضيات ولا الجغرافيا ولا التربيه الاسلاميه ولا المهم، لان ما غاديش يكون هو عارف اش من سؤال غادي يتحط ليه فهمتيني. خصو يكون مبريباري من جميع الجوانب، يكون مبريباري من ما جات اكاليها فهمتيني. ولكن الدري الله تي راه يديروا ريزيمي على بعض المواضيع خفيفه وهذه وهذه، وتيجي سؤال من جهه اخرى صافي تيمشي كل شيء زائد القلفه تساوي. وهاد القضيه ديال الامتحان في رمضان مزيانه بزاف بانه بارك علينا الصيام التركيز ماشي لا هي مزيانه باش مزيانه تيكون الدماغ خاوي تيكون العقل خاوي الجسم سليم فهمتيني، يعني تيكون الانسان في كامل الوعي ديالو هذاك الشيء تيركز مزيان. ما الايام الاخرى تعرف راه الشباب تعرفها شي رساله توجه لهاد الشباب اللي واش نقول ليه انا الحاجه اللي توجه لهم غير هما ينظروا للمستقبل ديالهم ما يضيعوش، لان راه ساهله باش تضيع ولكن ساهله واعره باش توقف على رجليك فهمتيني. حيت دابا هو دابا كاين فوالتي ربما تيكون في هذيك المرحله ديال فهمتيني المراهقه هذه يعني، ولكن ما تيفكرش بان راه عمرو تيضيع راه تيمشي عمرو تيمشي ليه فهمتيني. الا مشى لي عام راه مشى لي من عمرو، الا مشات لي ثاني راه مشات لي من عمرو. ماش على اللي ضاغ يتركي فيرا ما عمرو يتركي فيرا فهمتيني. شنو نقول لك هذا هو اللي وثانيا خاوك تيبقاو فيا انا بغيتهم يكون تا هما عندهم مستقبل تا هما يكون عندهم صالير قار يكون عندهم تا هما مكان عائله ديالهم يكون عندهم بزاف د الحوايج. اي هذا هو اللي نتمنى لهم انا. المهم لان عشنا هذه المرحله انت انا راه عشت دوز امتحانات وهذه ايام الدراسه والوالدين واقفين في الباب وتسناو ويدعيو كل شرب الحليب كل التمر كل هادي كتعرف كل شيء ناشف. الله خير الله نتمنى لهم التوفيق والله يحن عليهم والله يحن عليهم والله يحن عليهم هادشي اللي نتمنى لهم.